الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ تاني حلو؟ كان حلو. طب يلا يلا عشان تطلع تريح شوية. هطلع بس قبل ما اطلع عايزك تاخد دول مني. ايه ده؟ مصاريف الجواز والحاجات السهلة دي. لا يا مريم، انا مش هاخد منك حاجة. ليه يا جو؟ يا سيدي اعتبرهم دين دين على بال ما تلاقي شغل. أنا استحالة آخد منك فلوس يا مريم. يا جو انا هبقى مراتك، يعني انا وانت واحد. بعدين بدأت اثق فيك، عندك مانع؟ طب حلو إنك تبتدي تثقي فيا، بس أنا مش هاخد منك فلوس. بعدين أنا معايا فلوس خلاص. عمر بعت لي فلوس الورث. فعلا؟ حولهم لي النهارده على حساب المصري. كويس. طب انت رايك ايه بقى؟ اصرف منهم ولا ما اقربش منهم زي ما انا قلت لك في المكالمه؟ لا طبعا عادي عادي انك تصرف منهم، ده حقك. اصل انا مستغرب جدا اللي حصل. بعت لي الفلوس حتى بعد المشاكل اللي حصلت ما بيني وما بينه. بس انا مش مستغرب، عمر عنده مشاكل كتيرة بينه وبين نفسه، بس في الحاجات دي بيبقى حقاني.